مساء الخير واهلا بيك وبالساده المشاهدين. بالفعل قد نشهد استمرار في ارتفاع اسعار النفط خلال الفترات القادمه، وتحديدا يوم امس شفنا او شاهدنا تجاوز خام برنت مستويات ال 90 دولار للبرميل لاول مره من 7 سنوات، وده كان نتيجه للمعروض المحدود بجانب احتماليه غزو روسي لاوكرانيا. ايضا ارتفع خام غرب تكساس قرابه مستويات ال 88 دولار للبرميل، وده كان اعلى مستوى ليها من اكتوبر 2014، وبيحقق بذلك الخامين خام برنت وخام غرب تكساس مكاسب باكثر من 15% مع بدايه عام 2022. حاليا بيراقب العالم عن كثب تصاعد الازمه الجيوسياسيه في اوروبا الشرقيه. من ناحيه ثانيه، وعدت الولايات المتحدة تزويد أوروبا بالنفط والغاز الطبيعي إذا ما قطعت موسكو الإمدادات عنها، ردا على العقوبات اللي ممكن تفرضها إدارة بايدن إذا ما قامت روسيا بغزو أوكرانيا. أيضا وفقا لتوقعات جولدمان ساكس الأخيرة، فأسعار النفط ممكن توصل لمستويات ال 100 دولار وتتجاوزها بحلول الربع الثالث من عام 2022. وارجع جولدمان ساكس السبب لاحتماليه وجود عجز كبير في مع عوده الطلب لمستوياته ما قبل جائحه كورونا، على الرغم من الارتفاعات الاخيره في حالات الاصابه بمتحور اوميكرون. فخلال الفتره الجايه ممكن نشوف اسعار النفط توصل لمستويات ال 100 دولار وممكن تتجاوزها خلال الفتره القادمه. نعم سيد محمد، يعني الآن تحدثنا عن ارتفاع أسعار النفط، يعني الأسباب، يعني هل الارتفاع الحالي في أسعار النفط يعني يعود لسبب حجم الطلب الذي يتفوق على المعروض، أم التوترات بشأن أوكرانيا ويعني أوروبا الشرقية هي من رفعت سعر الخام، يعني كذلك التوترات الصحية حول العالم بسبب تفشي أوميكرون؟ يعني تفضل. كل تلك اسباب دعمت ارتفاع اسعار النفط خلال الفترات الاخيره. فمع محدوديه العرض وتصاعد التوترات الجيوسياسيه ما بين روسيا واوكرانيا، كل ده ادى الى مزيد من القلق بشان الاضطرابات اللي ممكن تصيب السوق، واللي فعلا بيكافح في ظل الظروف والاوضاع الاقتصاديه الحاليه والاوضاع الصحيه وانتشار متحورات فيروس كورونا. برضو شفنا ارتفاعات في اسعار سوق الطاقه بسبب المخاوف من ايقاف روسيا لامدادات الغاز لاوروبا، وبالتالي ممكن يدفع الاسواق للتوجه للنفط كبديل للغاز الطبيعي اللي جاي من روسيا الى اوروبا. كمان بتعتبر روسيا واحده من اكبر مصدري النفط في العالم. كل ده في المخاوف المستمره في الاسواق من كل الاوضاع او كل الظروف ديت، الاسواق تغلبت عليها بشان او يعني تغلبت المخاوف اللي بشان الصراع ما بين اوكرانيا وروسيا على اعتبارات زي الفدرالي الامريكي اللي هيقوم بتجديد سياسته النقديه قريب. كمان قوه الدولار الامريكي برضو حدت شويه الى من الارتفاعات، وده ممكن يساعد على تراجعات النفط خلال الفترات القادمه مع بدء الاحتياطي الفدرالي برفع اسعار الفايده. فالاسباب زي ما ذكرتها هي السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار، هي تفوق الطلب او عوده الطلب لمستوياته ما قبل الجائحه، توترات في منطقه شرق اوروبا ومنطقه الشرق الاوسط، التدهورات الصحيه او ارتفاعات انتشار الاصابات بمتحورات فيروس كورونا. نعم، يعني برأيك هل ستتمسك أوبك بلس بالزيادة المستهدفة للإنتاج في شهر مارس؟ أوبك بلس هيتم اجتماع ليها خلال الأسبوع الجاي وتحديدا في 2 فبراير، ومن المتوقع أن يستمر في التمسك في بزيادة الإنتاج التدريجية البالغة حوالي 400 ألف برميل في شهر مارس، والسياسة دي اللي بدأها في أغسطس الماضي. وفي الوقت اللي بيستمر الطلب العالمي في إظهار مرونته على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول الرئيسية المستهلكة للنفط، ممكن نشوف أوبك بلس تتمسك بخطتها أو سياستها بالرفع التدريجي بحوالي 400 ألف برميل يوميا. متوقع خلال الاجتماع أنه يتم الموافقة على نفس الزيادة التدريجية بما يتماشى مع أغلب التوقعات، مع بأن المجموعة هتستمر في إضافة مزيد من الإمدادات للسوق، وده على الرغم من أن أوبك بلس
ما كانتش قادرة انها توفي بالتخفيضات كل شهر من بداية شهر اغسطس اللي فات، هو ده اللي ادى الى تقصير في تحقيق الهدف المطلوب من الاتفاق. حتى ان مسؤولي اوبك بيعترفوا ان اوبك بلس هتكافح او تعاني لزيادة الامدادات، و ممكن نشهد ارتفاع الاسعار لمستويات ال 100 دولار للبرميل، وده كان وفقا لبعض تصريحات المسؤولين في او منتجي اوبك. كمان اوبك بلس بتواجه مشكله في تلبيه الاهداف الانتاج الشهري، اهداف الانتاج الشهريه، لانها بتعيد الامدادات اللي تم خفضها الى السوق مره اخرى، خاصه انها قامت بتخفيضات قياسيه بعد الجائحه في 2020، وصلت او اقتربت من حوالي 10 مليون برميل يوميا. كمان من ناحية تانية هنلاقي ان الولايات المتحدة انتاجها اقل بحوالي او باكثر من مليون برميل من المستوى القياسي اللي انتاجها اليومي. فعشان كده متوقع بشكل كبير او على نطاق واسع ان اوبك بلس تستمر في الزيادة التدريجية ب 400 الف برميل في اجتماعها خلال الاسبوع الجاي يوم 2 فبراير. نعم سيد محمد، تحدثت عن مشاكل ستواجه أوبك بلاس، هل أوبك بلاس يعني مقبلة على مشاكل في تعزيز إنتاجها خلال العام 2022 على اعتبار أن الإنتاج كان أقل مما مخطط له في اتفاقها السابق؟ خلينا نكون متفقين ان زي ما ذكرت ان اللي بتقوم به اوبك وحلفائها في الوقت الحالي هو استعاده للحصص السوقيه السابقه لها بعد التخفيضات القياسيه في اعقاب انتشار جائحه كورونا. وكاله الطاقه الدوليه اشارت الاسبوع الماضي ان امدادات النفط العالميه ارتفعت بحوالي 130 الف برميل يوميا فقط، وده كان في شهر ديسمبر، الى حوالي 98.6 مليون برميل يوميا. وفي ظل تلاشي يعني انتهاء انقطاعات الانتاج في ليبيا والاكوادور وزيادات اقل من المقرر في من اوبك بلس، ممكن نشوف يعني مفيش مشاكل بشكل الكبير اللي ممكن تواجه اوبك بلس. كمان منتجي اوبك بلس حققوا مكاسب اجماليه قدرها حوالي 250 الف برميل يوميا الشهر ديسمبر، يا اقل بكتير من الكميه اللي كانت مخصصه، وكمان كانت اقل بحوالي 790 الف برميل من هدف المجموعه، وده بسبب نقص الانتاج في نيجيريا وانجولا وماليزيا. كمان الوكاله قالت ان لاول مره من تطبيق تخفيضات في مايو 2020 برضو كمان روسيا كانت ضخت كميه اقل من الحصه اللي كانت مقرره ليها. كمان برضو ممكن نضيف ان اوبك في التقرير الشهري الاسبوع الماضي اشارت ان تاثير متحور اوميكرون على الطلب كان اضعف مما كانت هي متوقعه الشهر اللي قبله. كمان مقرر أشارت أوبك أو تقرير أوبك إن سوق النفط ممكن يتلقى دعم جيد جدا خلال عام 2022، على الرغم من توجهات الفدرالي لتجديد السياسة النقدية، وعلى الرغم من انتشار متحورات فيروس كورونا. نعم، يعني إذا ما ذهبنا إلى تصريحات جيروم باول، يعني سرعان ما تفاعلت الأسواق مع تصريحات جيروم باول، يعني بكم، ما هي توقعاتك يا سيد محمد لرفع أسعار الفائدة هذا العام؟ يعني بكم من الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة؟ بالفعل الفدرالي كان في اجتماع دام لمده يومين، وخرج امبارح او يوم امس جيروم باور رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي في مؤتمر صحفي للتعليق على القرار، وصرح الفدرالي انه من المرجح ان هو يقوم برفع اسعار الفائده في مارس، وده هيكون اول رفع الفائده لاول مره من عام 2018. كمان اكد على خططه لانهاء مشترياته من السندات في شهر مارس القادم. زي ما احنا عارفين ان البنك الاحتياطي الفدرالي قرر انه يقلص من مشترياته للسندات في نوفمبر الماضي ب 15 مليار دولار، وقرر انه يبتدي في شهر يناير انه يقلص بحوالي 30 مليار دولار عشان ينهي برنامج شراء السندات في مارس اللي كان بلغ حوالي 120 مليار دولار شهريا. كمان جيروم باول تعهد خلال المؤتمر الصحفي انه هيكون عمليه التجديد النقدي هتكون معركه للسيطره على التضخم. كمان باول قال ان الزيادات اللاحقه في اسعار الفائده والتخفيض النهائي في حيازات الاصول للفدرالي الامريكي هيكونوا على حسب الحاجه او على حسب ما البيانات الاقتصاديه تشير او تعطي من بيانات واشارات على الاقتصاد. كمان هيتم مراقبه سرعه هبوط او تباطؤ التضخم من اعلى مستوياته الحاليه
عشان يرجع مره تانية لمستويات او مستهدفات البنك الاحتياطي الفدرالي عند 2%. تشير او اغلب التوقعات في الوقت الحالي بتقول ان الفدرالي ممكن يتجه لرفع اسعار الفايده من 3 لـ4 مرات خلال العام الحالي، وده هيتوقف على التضخم نفسه، وهنشوف هل التضخم هيبتدي في التباطؤ او هو خلاص وصل لذروته او لا. ساعتها ممكن بناء عليه يتم اتخاذ قرارات او عدد مرات رفع اسعار الفايده. وصناع السياسه او في او مسؤولي الاحتياط الفدرالي بيأملوا ان التحسن يجي مع تخفيف تداعيات الوباء، وممكن اللي يسمح لهم باستخدام قدر اقل من خلال السياسه نقدية أكثر صرامة. فممكن نشوف خلال العام الحالي من 3 لـ4 مرات رفع الأسعار الفايدة من الفدرالي الأمريكي. نعم، يعني برأيك هل سينجح الفيدرالي في وقف يعني تسارع التضخم هذا؟ خلينا متفقين إن التضخم وصل لأعلى مستوياته في 40 سنة عند 7% خلال الشهر الأخير من عام 2021، والتضخم فضل او استمر في اعلى من مستهدفات الفدرالي عند 2% لمده 10 شهور متتاليه. ومع ارتفاع التضخم بيضغط على المستهلكين وعلى الشركات، ومع تراجع البطاله بشكل مضطرد، الاحتياط الفدرالي قال انه هيتخلص من مشترياته من السندات الشهريه، واللي كانت بتهدف الى خفض اسعار الفائده طويله الاجل زي ما قلت من منذ قليل في شهر مارس. نؤكد ان الاحتياط الفضائي يعني سوف تجعل نطاقا واسعا من الاقتراض اعلى تكلفه او اكثر تكلفه مع مرور الوقت مع رفع اسعار الفائده، وممكن تؤدي ارتفاعات الاقتراض المرتفعه او ارتفاع تكلفه الاقتراض الى عمليه تباطؤ في الانفاق من المستهلكين، وممكن تاثر شويه على مستويات التوظيف، وده ممكن يشكل او يمثل خطر على من تخلي الفدرالي عن اسعار الفائده المنخفضه، وممكن يؤدي الى ركود. لكن مع استمرار ازمه سلاسل الامداد وارتفاع الاصابات بفيروس كورونا، ممكن يعاني او يكافح الفدرالي من مواجهه التضخم المرتفع زي ما قلت عند اعلى مستوياته في 40 عام. واحتمال كبير ممكن نشوف الفدرالي مع استمرار او مع بقاء التضخم مرتفع عند اعلى مستوياته واستمراره في الارتفاع خلال الفترات الجايه، ممكن نشوف الاحتياطي الفدرالي يتجه الى رفع اسعار الفائده، او ممكن يحتاج الى رفع اسعار الفائده اكثر من 4 مرات. سيد محمد، يعني لو تحدثنا عن يعني أكبر المشاكل التي تواجهها يعني التي كان السبب فيها التضخم، يعني هي مشاكل سلاسل التوريد الناتجة عن الجائحة، برأيك هل ستستمر خلال هذا العام هذه المشاكل؟ بالفعل سلاسل التوريد او الاضطرابات اللي شهدتها سلاسل التوريد هي سبب رئيسي في ارتفاعات التضخم. متوقع ان احنا نشوف استمرار للتحديات اللي ادت اليها سلاسل التوريد او مشاكل سلاسل التوريد، واللي ادت الى اعاقه القدره على تلبيه طلبات المستهلكين خلال العام الحالي او العام الحالي، واللي كانت برضه فيها العام الماضي. وممكن او متوقع ان تسبب هذه المشكله فقدان عديد من الصناعات حول العالم مليارات الدولارات. على سبيل المثال، ارتفعت اسعار الشحن في العالم بحوالي 7 أضعاف عن متوسط ما كانت عليه قبل جائحه كورونا. والمستهلكين عانوا بشكل كبير بسبب محدوديه المنتجات وارتفاع الاسعار. برضو قطاع الشحن البحري خلال العام ونصف الأخير عانى من اضطرابات كبيرة جدا، وده بسبب أن القطاع البحري بيمثل حوالي 90% من حركة التجارة العالمية، وده اللي خلى أو جعل معاناة الشركات تزداد في جميع أنحاء العالم في وضع تم وصفه بأنه الأسوأ في 30 عام. كمان انتشار متحور أوميكرون خلى او جعل صناعه الشحن بتعاني بشكل كبير، وعمليات الاغلاق اللي كانت بتتم خلال الفترات الاخيره خاصه في اوروبا وفي الصين اللي بتضم موانئ حاويات او اكبر موانئ للحاويات في العالم اثرت بشكل كبير على عمليه الشحن، وده وبالتالي هيأثر في عمليات او سلاسل التوريد ويؤدي الى استمرار اضطرابات سلاسل التوريد خلال عام 2022، وده اللي هيبان مع الفترات القادمة هل
كيفية التعامل مع عملية أو الانتشار السريع لمتحورات فيروس كورونا. نعم، يعني توقعاتك سيد محمد لحركة الدولار والذهب خلال الفترة القادمة كيف ستكون؟ متوقع ان الدولار الامريكي هيستمد قوته من مسار الفدرالي نحو تجديد السياسه النقديه ورفع اسعار الفائده خلال عام 2022. حاليا مؤشر الدولار بيتداول عند او فوق او اعلى بقليل من مستويات ال 97 نقطه، ودي اعلى مستوياته من عام ونصف تقريبا، ومع استقراره اعلى المستويات او تلك المستويات هيكون الطريق ممهد لمؤشر الدولار ان احنا نشوفه عند مستويات ال 100 نقطه. فهيعتمد بشكل كبير على مسار الاحتياط الفدرالي في رفع اسعار الفائده خلال عام 2022، وهو متوقع ان نشهد عليه توقعات او ارتفاعات قويه خلال عام 2022 بسبب رفع اسعار الفائده، ومن ناحيه ثانيه تحسن الاقتصاد الامريكي بشكل كبير. بنشوف مستويات توظيف وصل لها في عام 2021 مستويات قياسية، انخفاض معدلات البطالة، نمو الاقتصاد الأمريكي وعودة أو استعادته لزخمه مرة أخرى. كمان بالنسبة للذهب بعد عودته أمس للتداول مرة تانية تحت مستويات ال 1830 دولار للأونصة، وفي ظل توجه الفدرالي زي ما قلت رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي لمجابهة التضخم، ممكن يشوف الذهب مزيد من الضغوط. وحاليا مستويات ال 1805 دولار وال 1800 دولار هي مناطق دعم ممكن تساعد المعدن الأصفر لبعض التصحيحات الصاعدة، لكن سيناريو الهبوط ممكن يتأكد مع ثبات الأسعار تحت مستويات ال 1800 دولار. ساعتها ممكن نشوف الذهب بيشق طريقه نحو مستويات ال 1760 دولار، وربما ممكن نشوف مستويات ال 1680 دولار للأونصة على المدى المتوسط مع بدء الفدرالي رفع الفائدة بشكل فعلي. نعم، يعني سيد محمد، يعني بتعليق أخير من حضرتك، يبدو أن الأسواق العالمية الآن يعني بدأت تتجاهل المتحور أوميكرون، يعني من فيروس كورونا. هل هو بسبب ضعف الفيروس أم أن الأسواق غير مستعدة لخسارة جديدة على غرار الخسائر في العامين الماضيين؟ الأسواق حاليا أصبحت تتعايش مع الجائحة، يعني مع توفر اللقاحات والبدء في طرح بعض العلاجات لفيروس كورونا عن طريق بعض الشركات، عدم لجوء العديد من الدول للإغلاقات الكاملة في ظل الانتشار السريع للفيروس. يعني بنشوف بعض الدول يعني ما بتلجأش للإغلاق، ولكن بتقوم باتخاذ إجراءات أخرى غير الإغلاق، وده اللي شفنا تأثيره خلال العامين الماضيين مع عمليات الإغلاق. شفنا كمية الخسائر الكبيرة أو الفادحة اللي حصلت في الاقتصادات الرئيسية. كمان خلال الفترة الجاية مع عودة الاقتصادات رويدا رويدا العمل بكامل طاقتها، قد يعني ممكن يتم التعامل مع الفيروس يعني كغيره من الفيروسات الموسمية. كمان برضو زي ما حضرتك أشرت إن ضعف المتحور أوميكرون تساهم بشكل كبير ان الاسواق تتجاهله، وشفنا ارتفاعات في اسعار النفط برغم ارتفاعات اعداد الاصابات، شفنا تجاهل بشكل كبير للمتحور او الفيروس، وبنشوف استمرار الاقتصادات في العمل وعدم الاغلاق بشكل كامل زي ما شفنا في متحورات او بداية انتشار متحور او فيروس او جائحة كورونا من بداية عام 2022. نعم، يعني استحدث الآن لدي سؤال، هل الدول يعني استطاعت أن تحصن نفسها بالقوى اللازمة لعدم مبالاتها يعني المتحور الجديد من فيروس كورونا، يعني عدم فرض قيود على الطيران وكذلك على السفر البري؟ السؤال هنا يعني هذه الدول ستعاني من المتحور الجديد بانخفاض اقتصادها أم هي تسير بال يعني الاتجاه الصحيح؟ تأثير انتشار الفيروس هو بالفعل أثر على الاقتصادات، ولكن مواجهة الفيروس بالإغلاقات أو سيكون له تأثير سلبي كما ذكرت على الاقتصاد بشكل كبير خلال الفترات الأخيرة.
عملية انتشار اللقاحات وبدأ في تطوير علاجات لفيروس كورونا هتساعد بشكل كبير ان الدول لا تلجأ لعملية الاغلاقات حتى لا تتأثر الاقتصادات والشركات، وبالتالي سنعود للنقطة صفر مرة اخرى اذا ما لجأنا الاغلاقات كاملة خلال الفترات القادمة من بسبب انتشار متحور اوميكرون او اي متحورات اخرى. ستتعامل الدول مع الفيروس الان او في القريب على انه مجرد فيروس متواجد في الاجواء، وستتعامل معه كفيروس كاي فيروس موجود في اي وقت اخر. لذلك ستتجه الدول او ستلجا اغلب الدول الى اللجوء الى الاغلاقات الجزئيه او اللجوء الى الشركات لموظفيها العمل عن بعد او اللجوء الى اللقاحات. كل تلك العوامل سيلجؤون اليها الا الاغلاقات الكامله حتى لا تتاثر الاقتصادات مره اخرى وتعاني ونعود مره اخرى للمعاناه بسبب الاغلاقات الكامله، و ربما يدفع الشركات لفقد وظائف أخرى، ارتفاع عدد البطالة، استمرار عمليات اضطرابات سلاسل التوريد والتي ستؤدي إلى ارتفاع التضخم. فستتعامل الدول حاليا كما ذكرت وأؤكد أنها ستتعامل مع الفيروس كأي فيروس موجود في الوقت الحالي. نعم سيد محمد هاشم محلل الأسواق المالية في مجموعة إيكواتي، شكرا جزيلا. Thank you.